اهلا بحضراتكم من جديد وحلقه مميزه ان شاء الله من الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه مره تانية، واهلا بكل مشاهدينا في الاهلي خط احمر. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ودايما يا رب موفقين في حلقاتنا، ودايما يا رب النور حسن رضاكم. عندنا طبعا لا حديث يعلو فوق حديث مباراه الاهلي والاسماعيلي غدا، وطبعا الاهلي وفيتا كلوب بعد النتيجه التعادل الايجابي 2-2. بالتاكيد رصدنا كل الاراء، رصدنا كل ردود الافعال لجماهير النادي الاهلي اللي كانت غاضبه بشكل كبير جدا نتيجه التعادل 2-2، ولكن مما لا شك فيه ان المباراه كان فيها حاله عدم توفيق غير طبيعيه. مش بس يا فارس فكره الرعونه اللي كله اتجه ليها، ان فكره رعونه المهاجمين، لا كمان كان عندنا عدم توفيق حتى على مستوى الحكم اللي هو يعد من الحكام المميزين، كان برضو خارج نطاق الخدمه او دي اوف بتاعه. بص، هي اجتمعت مجموعه من العوامل ادت الى ان المباراه تخرج بالشكل ده. زي ما انت قلت، سوء توفيق من الحكم، وكمان سوء توفيق في انهاء الهجمه، ولازم اصنف ان التوفيق له علاقه. لان انت بص يا اسامه، يعني في كره القدم في اربع انواع من وصولك لمرحله او استراتيجيتك كمدرب مع الفريق. الاول، لو انت عندك مشكله ان انت ما بتوصلش للمرمى وما بتخلقش فرص كتير وما بترجمش وصولك للمرمى الاهداف لانك ما بتوصلش، فانا بشوف ان ده اسوأ ليفل انت ممكن تكون موجود فيه في الكفريق. ده احنا بعيد عنه تماما. وفي انت بتوصل قليل بس بتسجل كتير مقارنه بالوصول القليل، وبشوف الرغم ان دي طرق دفاعيه، ولكن بشوف ان الفرق اللي عندها تركيز بتقدر تحسم بطولات بالطريقه دي، ودي مش طريقه الاهلي ولا شخصيته على مدار السنوات. في ان انت توصل كتير وتسجل كتير، ودي افضل حاجه، واللي بتكون وصلت التوب ليفل. وفي النادي الاهلي الوضع اللي احنا فيه بقالنا فتره، وهي فكره ان انت بتوصل كتير قوي وبتسجل قليل، وبتسجل قليل مقارنه بوصولك للمرمى. هنا انت عندك حاجه لازم تقف عندها، هنا انت محتاج تشوف ايه المشكلة بالظبط وتقيمها. اتكلمنا يا أسامة هنا في حتة خسارة الشوط الأول من بدري. انت بتفقد الشوط الأول، قلنا هيبقى عندك نوعين من الفرق. النوع الأول من الفرق، الفرق اللي انت بتلعب قدامك بشكل دفاعي، فلما تروح قدامها الشوط الثاني حتى لو هي في الدوري، بيكون انت محتاج تكثف مجهودك الشوط الثاني عشان تقدر تحسم اللقاء. وفي فرق أصعب، قلنا هتواجهها في أفريقيا، لما هتتقدم عليك وانت بتلعب على شوط واحد هيبقى عندك مشكلة أكبر، وده اللي احنا شفناه. فهنتكلم خلال الحلقة ايه اللي ممكن نعمله، بس كمان عايزين نروح لمباراة بكرة في حاجة، لأن الجمهور قلقان مين موجود مين مش موجود. بالتأكيد عندنا قائمة الفريق، طبعا عندنا مشكلة في الإصابات بعد إصابة علي معلول، بتأتي إصابة محمود وحيد، وكمان الإجهاد اللي وصل لأيمن أشرف، فبقى عندنا مشكلة في قائمة الفريق. لكن نقدر نستعرض قائمة الفريق اللي هتشارك بكرة إن شاء الله في مباراة الإسماعيلي، اللي استعان بيتسو موسيماني بثلاث حراس مرمى عشان يكمل القائمة: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وطبعا خط الظهر بيعود إليه رامي ربيعة وسعد سمير بيعودوا للقائمة. وطبعا الخبر السار في القائمه دي اللي بيجي لجماهير النادي الاهلي هو عوده ناصر ماهر، اللي هيبقى له دور كبير جدا في مع وجود مجدي قفشه، وطبعا رؤوس الحربه بالتالي والتر بواليا وجونيور اجاي ومروان محسن ومحمد شريف كلهم موجودين. طبعا قائمه عندنا بعض النقص في بعض، تحديدا مركز الباك الليفت، لكن اكيد ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي هيكونوا قادرين على تخطي المواجهه اللي انا من وجهه نظري صعبه جدا، ولازم يكون تركيز لاعبي النادي الاهلي بالتاكيد في مباراه الاسماعيلي، لان دي مباراه من ضمن المباريات ايا كان مستوى نادي الاسماعيلي، ايا كان ترتيب النادي الاسماعيلي في جدول الدوري، فهي مباراه دايما بتحمل النديه، وبالتالي النادي الاهلي لازم يركز في المباراه دي، عشان دي مباراه من ضمن مباريات هتعود بالنادي الاهلي لصداره الدوري ان شاء الله، وتكون دافع لمباراه فيتا المقبله اللي هي بكل تاكيد هي عنق الزجاجه لتخطي المجموعه والصعود للدور التالي. عندنا طبعا الكلام كتير جدا زي ما فارس كان بيقول عن مباراه فيتا كلوب، اللي هي بالتاكيد اللي احنا وصلنا كتير جدا، ولكن وصولنا ما تحققش الفرصه او ما تترجمش الاهداف. وهنا بعض الناس اللي زي ما رصدنا الاراء بتلوم احيانا المدير الفني، والبعض الاخر بيلوم اللاعب فقط لا غير، وفي ناس بتقول طالما المدير الفني وصل للمرمى فهو عمل الدور اللي عليه. اكيد هو عمل دور جيد جدا من الدور اللي عليه، ولكن احنا عايزين دور الامتياز، وهو فكره التعامل مع الهجمات دي وتصحيح الاخطاء التدريب المنفرد للاعبي الخط الامامي. انا ممكن اقعد مع والتر بواليا ادربه كتير واحطه في مواقف بيتم وضعه فيها في المباراه،
اكيد التمرين غير المباراه الرسميه، ولكن في النهايه لازم العبه واحد على واحد، لازم العب له عرضيات كتير يتصرف فيها ازاي، احطه في مواقف مشابهه للي حصلت عشان يكون التصرف بشكل جيد، ومش ولتر وباليا وبس، لا ده كل الخط الامامي، وده دور مهم جدا من ادوار المدير الفني. وشفنا فارس كتير جدا، كان كابتن عماد متعب والكابتن محمد ابو تريكه والجيل ده بيقول ان مستر مانويل جوزيه كان بيقول لهم على بعض التعليمات، بعض التعليقات في احراز الاهداف، الكره جايه لك من الزاويه تردها لنفس الزاويه، فكل الكلام ده يقدر يشتغل عليه المدير الفني عشان يوصل لمرحله، يعني ينتقل مرحله من جيد جدا لامتياز وتترجم الفرص دي لاهداف. انا معاك، بس خلينا نتفق على حاجه، احنا ليه بنتكلم في مباراه فيتا؟ احنا مش بنحلل مباراه فيتا السابقه، ولكن احنا بنتكلم عشان مباراه الاسماعيلي القادمه ومباراه فيتا اللي جايه اللي هي هتكون مصريه، فكلامنا ده مرتبط كله باللي جاي. احنا يا اسامه انا معاك ومش معاك، معاك في جزء من الكلام ومختلف في جزء تاني. طبعا المدرب بيكون له بعض التعليمات وبعض الشغل مع اللاعبين بشكل فردي، ده شيء منطقي واكيد كلامك انا متفق معاك فيه، ولكن لازم نفكر، هو لاعب زي بواليا اوريدي جاي وهو مسجل عدد اهداف كبير في الجونه، عنده الاساسيات بتاعته اللي المفروض كمهاجم لما جاء عندي انا اكيد منتظر ان اللاعب يحقق نفس المردود. طيب انا عندي مشكله، هل اللاعب ما بيوصلش؟ لا، اللاعب بيوصل كتير جدا، ومعانا احصائيه، ولتر بواليا عمل 8 محاولات على المرمى، اذا اللاعب بيروح كتير جدا لمرمى المنافس. ولكن هنيجي بقى نقف هنا، فكره ان هو مش موفق على المرمى، انا مش في اعتقادي ان اللاعب عنده مشكله فيما يخص ان المدرب اشتغل معاه بشكل فردي بحيث يطور من التكنيك بتاعه، مش شايف ان دي المشكله قوي. انا شايف ان طالما اللاعب بيلعب وهو كان جاي مش لاعب لسه صغير، لا ده بالعكس الموسم اللي فات عامل عدد اهداف كبير، ولما بيلعب بيوصل كتير جدا ولكن ما بيسجلش، اذا هنا المشكله شايفها نفسيه اكتر، شايف الموضوع له علاقه بالثقه. في حلين قدامنا ناخد بقى من مستر مانويل جوزيه، احيانا لو تفتكر كان بيجي فتره كده ممكن كابتن عماد متعب ما يبقاش موفق فيها على المرمى، انت كمدرب هتتعامل بشكل من الاثنين، يا اما انت تصر على اللاعب وهو سيء وفي اسوأ حالاته تفضل محتفظ بيه في الملعب لاكتر وقت ممكن عشان توصل له فكره ان انت في كل الاحوال رقم واحد عندي، ان انت في كل الاحوال حتى لو مش بتسجل المباراه دي انا منتظر تسجل المباراه الجايه وبفضل مكمل معاك على النسق ده. طب هل ده الحل الامثل للاهلي دلوقتي؟ انا شايف لا. ليه؟ لان انت ما عندكش الرفاهيه دي، كان جوزيه دايما بيعمل ده في عدد مباريات من الدوري، انا مش شايف ان انت في المرحله دي مع وضعك في دوري ابطال افريقيا يسمح ان انت تعمل ده، اذا البديل ايه؟ أدي لاعب زي محمد شريف لما نزل المباراة اللي فاتت سجل، إذا مش هعتمد على استراتيجية إني بفضل أدي بواليا حتى وهو وحش، لا حدي اللي بينزل ويشارك وخليه هو الأساسي، وخلي بواليا يبدأ ياخد في توقيتات والفريق متقدم، أنا كسبان 2 بنزل أخلي بواليا بقى عنده العبء النفسي بس إن اللي هو يضيف أهداف، ما ضافش أهداف أنت ما حطيتوش تحت ضغط، فأنا شايف كيفية التعامل مع أزمة شريف بواليا هو ده الشكل الأمثل، أكتر من الوقت الضيق بتاع الشغل على اللاعب على المستوى الفردي. انت بتختلف معايا صح؟ جلطه جرأة. لا 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 هي نقاش. لا بس انا وجهه نظري ايه؟ انا وجهه نظري بختلف في نقطه ان بواليا اساسا فقد الثقه مع الوقت، لكن ان انا اجيب لاعب محترف وابدا عندي لاعب اساسي وبيلعب وبيسجل اهداف واجيب على طول اللاعب المحترف ده ومن اول ماتش يكون متاح ليا وانزله اساسي، فده اساسا مصدر ثقه المدير الفني في المهاجم ده، فالمفترض ان المهاجم ده اللي احنا شفنا اصلا تصريحاته واللي عارفين كويس قوي شخصيه ولتر بواليا عارفين ان هو شخصيه واثق في نفسه، عنده ثقه في نفسه زياده، واحيانا بتضيع بعض الفرص من انه واثق ان هو هيسجلها، وبعدين بدا في مباراه المريخ سجل هدف، فالطبيعي ان الهدف ده يرجع له الثقه او يديله الثقه فينزل المباراه فيتا كلوب يكون عنده ثقه اعلى فبالتالي يسجل من الفرص اللي جات له. انا وجهه نظري الجانب النفسي عليه عامل كبير جدا، وزي ما وبتفق جدا مع فارس فكره ان انا خلاص ادفع باللي بيسجل واللي ماشيه معاه وابدا بعد كده ادفع بولتر بواليا والمباراه حسب نتيجه المباراه، لكن ولتر بواليا لازم بشكل كبير جدا او بيتسو موسيماني يقعد مع اللاعبي الخط الامامي تحديدا في فكره يخلق مواقف بتحصل في المباراه، لان بالفعل الفينش عندنا في مشكله. لكن لما نوصل لو عرضنا احصائيات المباراه اننا بنعمل حوالي ما يقرب من اهداف متوقعه 9 يعني 8 87 اكس جي الاهداف المتوقعه
عملت 29 محاولة باستحواذ 68%، 14 محاولة منهم اون تارجت. احنا كنا دايما مشكلتنا مع فكرة يا جماعة زودوا المحاولات اون تارجت، الحقيقة زودوها، وكمان زاد كمان الأهداف المتوقعة، وفي النهاية من 9 أهداف متوقعة أنت سجلت هدفين فقط لا غير. بالتأكيد كان في عدم توفيق مصاحبنا بشكل كبير جدا، الحارس كان متألق بشكل كبير جدا، كمان بضلك يعني كذا كرة بتيجي في القائم، بالتأكيد ده يعني ظروف مباراة ودي أوف، لكن نقدر نبني عليه إن النادي الأهلي قادر يستحوذ، النادي الأهلي قادر يوصل للمرمى كتير، الفينش بس يتظبط هتكون الأمور تمام. طلعت بعض الآراء بعد المباراة دي بتتكلم عن بعض اللاعبين، وبقى في انتقاد لازع جدا لبعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد مجدي قفشة. فيجي بعدها بيوم الكاف يحط محمد مجدي قفشة في الفريق الأمثل للجولة، ثم يختار محمد مجدي قفشة أفضل فريق في الجولة الثالثة بلا منازع يعني. فبالتالي هنا لازم احنا يا جماعة نقف وقفة. أنا هقارن محمد مجدي قفشة المقارنة اللي هتضر أي لاعب بمحمد أبو تريكة، ولا هقارن محمد مجدي قفشة على المستوى الحالي والقماشة اللي موجودة حاليا في مصر؟ الطبيعي والبديهي ان انت تقارن محمد مجدي قفشة بالموجودين حاليا في مصر. المقولة اللي بتقول ان قفشة خلاص نام على القضية ده كلام مش حقيقي، وهنثبته مع الفقرة دي. لكن لازم وانا بشوف قفشة بيجتهد، وبشوف قفشة بيتطور في شيء معين، وبشوف قفشة بيبذل مجهود وبيكون كويس في مباراة، ما ينفعش ارجعه وانتقده. فبالتالي يا فارس في نقطة هنا خطيرة جدا، اللاعب الغير مجتهد قفشة هيتضر من وجود ان انا بنتقد وانا مجتهد وانا ببذل مجهود وانا احسن لاعب في الجولة وبيتم انتقادي بالشكل ده. طب ما خلاص بقى انا قدارة. احنا اختلفنا من شوية، عايز اقول لك ان انا متفق معاك في كل كلمة وكل حرف انت قلته. رجعت قلبي تاني. لان احنا بنتكلم بشكل يا جماعة ملوش علاقة باللاعب بقدر ما له علاقة بالفكرة. دعونا لا نكرر فكرة عبد الله السعيد، ملهاش علاقة بالفرد. عبد الله السعيد موقفنا منه واضح، ولكن انا بتكلم في نقطة فنيا. في وقت زي ما أسامة قال، انت كنت بتحط لعبك في مقارنة طول الوقت مع محمد أبو تريكة، احد افضل اللاعبين داخل القارة في تاريخ المركز ده. طول الوقت بتحط المقارنة دي، طول الوقت بتحط المقارنة دي. خلاص احنا بنتكلم ان انت بتقارن زي ما أسامة قال باللاعبين المتاحين. الاعلام عمل معاك ايه؟ ودي رسالة بقى للجمهور. لما مشى عبد الله السعيد كان طول ما هو في النادي الأهلي الجمهور بيبدأ ينتقد، وكان الإعلام بيزكي الانتقادات دي. مش اللاعب وراح لفريق تاني، بتسمع أي كلمة غير إن عبد الله السعيد أحسن لاعب في مصر؟ لا. أكتر جملة بتتقال ليه؟ لأنه هو عمل اللي هو عايزه. هو طول ما أنت اللاعب معاك إعلام المنافس شغال ضغط عليه، بقى إعلام المنافس هو أكتر حد بيزكي دلوقتي عبد الله السعيد كذا كذا كذا. مش عايزين نكرر القصة مع قفشة ليه؟ قفشة هنرد بالأرقام. هتقول لي الكرة مش أرقام؟ لا، الكرة أحيانا أرقام ونتائج، وكمان اللاعب مقارنته باللاعبين زي ما أنت قلت. أنا ما وصلش اللاعب لأنك اجتهدت، ما اجتهدتش في النهاية المحصلة عند الجمهور واحدة، لا، اللاعب اللي بيدي. وبعدين عندنا حاجة بنتناقلها، ودي بشوفها مشكلة بقت فينا الفترة الأخيرة. الجمهور حد قال جملة فكرة إن اللاعب عايش على القضية، فنبدأ نتناقل الجملة دي تتحول من مجرد جملة لحقيقة مش عايزين نسمع حاجة غيرها. بالظبط، وتيجي مباراة يجيد فيها أكتر حاجة بتخوفني خلاص. يرجع برضو النقد السلبي وأثر رجعي، ويتجاهل فكرة تألق اللاعب اللي احنا أصلا يعني جايبين له بعض اللقطات من المباراة. لو استعرضناه على المستوى الفني وتحركات قفشة وإيجابية قفشة على المرمى واللي كان بيعمله محمد مجدي قفشة، هتكون مهمة جدا. تبقوا برضو واخدين بالكم المحاولات اللي اتعملت على المرمى كان دور قفشة فين وكان فين. دي أول صورة قفشة واقف تقريبا على نص الملعب. لو شفنا الصورة اللي بعدها قفشة لاعب الكرة لبدر بنون اللي هنتكلم عنه بخصوص اننا بنتكلم عن قفشة. طبعا الصورة اللي بعدها هتلاقي على طول تمريرة طولية لأيمن أشرف بتؤكد ان بدر بنون لاعب من طراز فريد بشكل غير طبيعي، مش أول مرة يعمل الكلام ده ولا أول مباراة. مين اللي استلم جوه ال 18؟ محمد مجدي قفشة. هجمة في 10 ثواني هو اللي بيبدأ. هنا بدر بنون، مين اللي هينزل يستلم منه في نص الملعب؟ تمريرة طبعا قاتلة من بدر بنون بيستلمها محمد مجدي قفشة. الصورة اللي بعدها هنلاقي محمد مجدي قفشة بيعمل وانتو مع أجاييه. الصورة اللي بعدها أجاييه مجدي قفشة استلم الكرة، اللي بعدها يطلع ديانج. شوف برضو مين اللي هيستلم الكرة داخل ال 18، هو مجدي قفشة اللي لمسها أو ثبتها ولعبها جنب أو ركنها جنب القائم. هنا عمرو السولية، وشوفوا مجدي قفشة فين عشان بس تكون الصورة واضحة.
راحت الكره لأليو ديانج هيلعبها لقفشه، قفشه ناحيه اليسار بيمرر لايمن اشرف. شوف بقى الكره دي بعد ما ايمن اشرف يرفع، شايف السلية اقرب واحد لل18 وشايف قفشه فين، تخيل السبرنت اللي قفشه خده عشان يكون في الكره دي زايد داخل ال18 ورا عمرو السلية. الصوره اللي بعدها نفس القصه، بدري بنون وسحر بدري بنون، هيلعب كره طوليه بالمقاس لمحمد هاني، قفشه اقرب لخط وسط الملعب، هتلاقي محمد هاني على ما يدخل على ال18 الصوره اللي بعدها ويعرض الكره، قفشه بيعمل الزياده العاديه، مجهود جبار، مجهود جبار من قفشه. هنا بما اننا بنتكلم عن بدر بنون، صوره برضو مهمه جدا، بدر بنون الصوره اللي بعدها الباص السلس السهل اللي بيخترق الخطوط لاجاييه، اجاييه بيدي تمريره سحريه لحسين الشحات، حسين الشحات رايح على المرمى، طبعا كان ممكن يديها لولتر بواليا لكن لعبها في الزاويه الضيقه، وبالتالي اللي انت تشوفه من هنا ايه؟ تحركات قفشه، ازاي كان هو بيتحكم في رتم المباراه، قفشه الناس بتقول ان هو كان بيبص في الارض، قفشه عامل الاسيست النهارده، قفشه كان واضح جدا انه كمان كان محضر للتمريره في اوقات كتيره جدا جدا قبل ما التمريره توصل له، ما بيهربش من الكوره، ما بيستخباش في المباراه، بينزل يستلم، وطبعا زي ما شفنا بدر بنون عامل دور عالمي في التمريرات الطوليه سواء الارضيه او التمريرات الطوليه العاليه، وطبعا بتوصل على الباكين الفول باكس، لان موسيماني كان فاتح بالفول باكس، كان عامل نارو للاثنين، الاجنحه كانوا متضمين للداخل مع ولتر بواليا مع مجدي قفشه، ويزيد الاثنين الفول باكس، فبالتالي يبقى عندك اكتر من اختيار للتمرير، وبتفك الضغط اللي كان عامله فريق فيتا كلوب، حتى لو كان هو بيعمله بشكل يعني في عشوائية شوية، مش قادر يتجاوب دفاعيا، ولكن في النهاية في شغل مدير فني بيحصل، في شغل لاعب كان محوري جدا، لذلك هو خد على اللقطة دي على المباراة دي بيستحق ان هو افضل لاعب في الجولة، فاحنا عايزين نشوف ده، بنوريكم بالصورة وفارس هيوريكم بالارقام عشان ما نكونش احنا سلاح ضد محمد مجدي قفشة اللي هو لاعب من ضمن اللعيبة المهمة جدا في النادي. هو بقى اللي انت قلته، احنا هنتفق على طريقتين، اما التقييم الفني داخل المباراه بلقطات زي ما اسامه عمل، او التقييم الرقمي. قول لي طريقه ثالثه ممكن تحكم بيها على قفشه. احنا عرضنا الطريقتين المنطقيتين لان انت تقيم لاعب، لو انت عندك طريقه ثالثه قولها، لان انا ما عنديش مشكله ان احنا نختلف في تقييم لاعب، وما عنديش مشكله على فكره، وبشوفه شيء ايجابي دايما ان انت تنتظر اكتر من لاعب، ولكن ما ينفعش لاعب في الوقت اللي انت محتاج تديله دفعه فيه وتستغل ان هو لاعب فايق فمحتاجه في المباريات الجايه فتبدا تهمده. نشوف قفشه في المباراه دي عمل ايه، وبعد كده هل فعلا من بعد القضيه قفشه ما عملش حاجه ولا لا؟ في المباراه دي قفشه صنع هدف، خمس محاولات منهم ثلاثه اون تارجت، التمريرات القصيره عمل 51 تمريره صح من 54. هتيجي تقول لي تمريراته سلبيه، لا انا مش هجيب لك الرقم وكمان ما اقولكش المدلول، ده تمريراته الاماميه هي الجزء الاكبر، بمعنى كده ان التحولات الهجوميه كان قفشه اكتر لاعب في المباراه مساهم فيها، المراوغات الناجحه حتى عمل ثلاثه، الثلاثه صح، واستخلص الكره ست مرات وفقد الكره اربع مرات. اذن هنا احنا بنتكلم عن لاعب رقميا داخل المباراه ادى ما عليه، وفعلا اختيار الكاف لي ما كانش فيه اي نوع من انواع المجامله، ولكن هتيجي تقول لي من بعد القضيه قفشه ما ظهرش، انت بتتكلم في مباراه دي بشكل فردي. طب تعالى نروح، قفشه لعب في دور المجموعات في افريقيا ثلاث مباريات، عمل ايه؟ سجل في المريخ وصنع في فيتا، وقدام سيمبا لعب مجرد حوالي 30 دقيقه ما عملش فيهم اي صناعه او مساهمه في اهداف، احنا بنتكلم في سيمبا. ولكن لو جينا للدوري بنتكلم في 10 ماتشات لعبناهم في الدوري، منهم اثنين قفشه ما كانش موجود في السكواد من الكورونا بالظبط يا احمد، ولعب 8 ساهم في الثمانيه بست اهداف، سواء بالصناعه صنع في المقصه وصنع في المحله، وقدام سيراميكا صنع هدف، وقدام المقاولين سجل وصنع، وقدام بيراميدز ما صنعش ولا مساهم في اهداف بالظبط، والجيش صنع هدف. هنا انت بتتكلم لاعب بالتأثير ده في كل مباريات الدوري تقريبا، فمستحيل اجي اقول ان اللاعب عايش على ظلال القاضية. هنبدأ نردد ده، هو في اللحظة دي مش حقيقة، ولكن مع كثرة ترداده وكثرة التكرار هيتحول فعلا مع الوقت الحقيقة. خليني اقول حاجة، قول بخصوص ان انت بتكمل
هنقول حاجه الناس انتقدت قفشه عليها، هي الكره 8 في الدقيقه 88 الكره اللي وصلت لقفشه، وطبعا بدات المقارنات على طول بكره نادي كره محمد ابو تريكه في الزمالك في نهائي كاس مصر اللي خدها بوش رجله على طول في الدقيقه، وكان الريسك عالي. خلونا نوضح بس ان الكره دي الاكس جي بتاعها 34 من 100، يعني ايه؟ يعني من 100 مره الكره دي تلعب 34 يتم تسجيلها. قفشه بالتاكيد اتاخر قوي في انه سندها مرتين، ولكن في النهايه هي كره من ضمن 5 محاولات قفشه اجاد في 4 بشكل كبير جدا، وكره واحده اللي كانت سلبيه. هنقول مش عايزين نقارن بابو تريكه، بس هنذكركم ان قفشه اصلا عملها وعمل الاصعب منها في مباراه الاتحاد السكندري في مباراه قبل نهائي كاس مصر. الاتحاد السكندري متقدم على النادي الاهلي 1-0، وقفشه اتلعبت له الكره من خارج ال 18 من اول لمسه سجل هدف التعادل، بعد كده حمدي فتحي قدر يسجل 2-1. فحتى في بطوله الكاس وبعد دوري الابطال وبعد القاضيه كان قفشه مستمر في صناعه الفارق مع النادي الاهلي، سواء بصناعه الاهداف او بتسجيل الاهداف. في النهايه في سلبيات اكيد عند قفشه بالتاكيد، ده شيء يعني خلاص هو نفسه عارفه وهو اكيد بيشتغل عليه، لان الواضح المباراه الاخيره بقى فعلا بيسرع رتم الكره وبقى فعلا بيرفع وشه قبل ما يلعب الكره، وبالتالي شفنا صناعه الهدف الثاني لمروان محسن. فرفقا بمحمد مجدي قفشه مش بنقول لك يا فكره ان انت يعني لازم تدعم، هو المفترض ان انت لازم تدعم، لكن بيقول لك شوف المنطق، احنا جبنا لقطات فنيه ازاي هو بيبذل مجهود وازاي بيزيد داخل ال 18، وجبنا كمان الارقام وجبنا كمان راي الكاف اللي هو مختاره احسن لاعب في الجوله. فبالتالي من وجهه نظرنا ان الانتقاد لمجدي قفشه في هذه المباراه هو انتقاد ممكن يكون على اثر رجعي، او زي ما فارس قال خلاص هي بقى اتجاه فكره ما عملش حاجه بعد القضيه. عندنا بقى كلام تاني في قضية تانية نخشاها، وهي التحكيم في مباراة فيتا كلوب القادمة، لأن بالمناسبة كابتن إبراهيم نور الدين هو اللي حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي بكرة، ونتمنى هدوء ويكون موفق، لأن في بعض اللقطات كده بيبقى فيه بالظبط، هي دي بيبقى فيه اتجاه للشو شوية، فنتمنى ده ما يكونش بس موجود. هو الفترة الأخيرة إلى حد ما آخر 3 ماتشات شفتهم له كان هدى، أنت عارف رضا طبعا متابعه بشكل كبير جدا، فهو كان أهدى، لكن طبعا عندنا جزء مش ممكن ان احنا نتجاهله في المباراه. احنا بنقول الايجابيات بنقول السلبيات، وصلنا للمرمى ما قدرناش نسجل غير 2 فقط لا غير، ضيعنا فرص كتير بعضها عدم توفيق وبعضها رعونه من المهاجمين، لكن في كمان التحكيم. وما ينفعش يا جماعه نقول ان احنا كالعاده اللي انا بشوفه من ردود افعال جماهير او بعض جماهير النادي الاهلي، احنا مش هينفع نتكلم على التحكيم، لا ينفع نتكلم على التحكيم حتى لو انت ادائك سيء، حتى لو انت ما كنتش في المباراه في يومك، فلازم يكون التحكيم في يومه، لان ده ابسط حقوقي وملوش علاقه بمستواه الفني في المباراه. الحكم رضوان جيد من الحكام المعروف لهم او مشهور لهم بالكفاءه، وحكم فعلا من حكام الصفوه في افريقيا، ولكن الحكم اخطا خطا جسيم في ركله الجزاء. البعض حمل عمرو السوليه الفكره ان هو تهور، والحقيقه عمرو السوليه لا لمس اللاعب ولا جاء ناحيته الكره من خارج ال 18 حتى السقوط، فبالتالي كانت كره اثارت حفيظه كل من المنتمين للنادي الاهلي، وبالتالي لا لازم نقول وقفه بقى مع التحكيم، وتحديدا التحكيم الافريقي، لاننا مع التحكيم الافريقي لنا اخطاء كتيره جدا ضدنا، ضيعت مننا بطولات كتير كتير جدا، لكن للاسف كمان في المباراه الحاسمه المباراه الجايه اللي لها ابعاد كتيره جدا، وزي ما قلت عنق زجاجه، بيجي لنا حكم له مواقف سلبيه معانا، الحكم بوندو حكم مباراه الاهلي والنجم الساحلي، فاكرين طبعا اللي طرد ايمن اشرف في الدقيقه 12، طبعا طرد غير مستحق وكان له وقائع كتير. فاحنا من هنا ومن دلوقتي ومن قبل المباراه باسبوع بنحذر وبننادي وصوتنا يوصل للكاف، لان الحقيقه بقت الامور التحكيميه في الكاف صعبه جدا. عندنا نفكركم مباراه الاهلي والنجم الساحلي، نشوف تعقيب الخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي على واقع الطرد ايمن اشرف. نيجي للعبه يعني تعتبر هي يعني السكينه اللي دخلت في قلب النادي الاهلي، ايه هي؟ وهي طرد اللاعب ايمن اشرف. صحيح. هل هذه المخالفه لاعب النجم الساحلي كان امامه فرصه محققه لاحراز هدف؟ طيب نقول الفرصه المحققه لاحراز هدف فيها اعتبارات ومعايير. اول حاجه المسافه. ثاني حاجه سيطره اللاعب على الكره واتجاه الكره. كويس؟ عدد المدافعين والمهاجمين.
صحيح. اللعيب لما تمت عرقلته او مسكه من لاعب الاهلي الكره خبطت في ظهره ولا كانت قدامه؟ لا خبطت فيه. خبطت فيه من ظهره. صحيح. يعني اذا هو مسابق الكره. يبقى اذا هو ما عندوش سيطره على الكره. اذا لا كان عنده سيطره الا سيطره حاليه ولا مستقبليه. مستقبليه يعني تبقى قدامه يقدر يروح يلعبها. حاليه يعني تحت رجليه وماشي بيها وترتكب ضده مخالفه. تمام. يبقى اذا النهارده طالما افتقد عنصر من العناصر دي انتفت الفرصه المحققه لاحراز هدف، قد تكون هجمه واعده قد لكن الكارت الاحمر اختفى تماما، ليس له وجود في هذه المخالفه. البعض بيشوف ان مباريات المجموعات لما بيحصل خطا تحكيمي تقدر ان انت تعوض. الحقيقه المباراه دي كانت اول مباراه في دور المجموعات بسبب الطرد ده، النادي الاهلي برغم السيطره ب 10 لاعبين تعرض لهزيمه امام النجم الساحلي 1-0، وفضل النادي الاهلي يعاني من الصعود في بطوله هو حمل لقبها بعد كده في مباراتين ولا اصعب، سواء النجم الساحلي على ملعبنا او مباراه الهلال، وشفنا احداث ام درمان كانت عامله ازاي. فبالتالي خطا تحكيمي في مباراه من 6 مباريات بالتاكيد بيؤثر بشكل كبير جدا على مشوارك داخل المجموعات. وعشان كده ومن هنا كانت المطالبه دايما من قبل النادي الاهلي ان لازم الفار يكون من دور المجموعات، بل لازم كمان يتم اختيار حكام على مستوى عالي وحكام للصفوه للمباريات ذات الحساسيه، لان بصراحه الحكم ده معروف عنه يا فارس بشكل كبير جدا ان هو بيميل لاصحاب الارض وبيجامل اصحاب الارض، وده مش كلام مرسل، ده بوقائع. طبعا بوقائع، لان في مباراه الرجاء والنجم برضو كان الحكم ده ليه وقعه نقدر نشوفها واحنا بنتكلم، بتدل ان الوقعه بتاعه النادي الاهلي ربما ما كانتش عشوائيه. ادي الكوره مع الرجاء، الكوره اهي واضحه جدا، الفاول للرجاء اساسا بص مبدئيا. بص اولا الحكم واخد الوقت، ركز، ده فاول للرجاء، ده فاول لصالح الرجاء، ده ايام ما كان حمدي النجاز لاعب الزمالك بالزبط. السابق ولاعب الترجي بص بقى الحالي كان في النجم ادى انذار للاعب الرجاء بالظبط. هي دي يا فارس. بص في الدقيقه رقم في الدقيقه 11 احنا عرضنا الحاله دي قبل كده يا اسامه، انت الحاله دي من الحالات اللي انت محتاج تسيب الناس تتفرج واصدر حكم. اولا انت مستحيل تتوقع ان هيكون الانذار للاعب الرجاء بعد 4 دقائق، كره اساسا ما فيهاش فاول. حصل الانذار الثاني في الدقيقه 15 وطرد للاعب الرجاء. كنت لسه اقول لك بقى التدخل في التوقيتات بالزبط. المعينه بدري. اللاعب خد انذار في لعبه وبعد كده كره تانية، فهو نفس اللاعب اللي جال فرصه ان انا اقدر اطرده. فواضح جدا ان بيكون التفكير في ان انت تقدر لاعب زي ده تستغل فرصه انك تقدر تخلص المباراه من خلال طرده وبتطرده. نفس اللي حصل مع الاهلي والنجم الساحلي. هي دي بالزبط. عشان كده انا بتمنى اولا اللاعبين يكون في حرص في الالتحامات شويه، ما نديش فرصه وما يكونش في اعتراضات، رغم ان الحكم احنا بنتكلم خلاص عارفين الخلفيه بتاعته وخلاص اتعين، ما يكونش في شكل من اشكال الاعتراضات المبالغ فيها عشان ما يتمش استغلالها. وقد يكون ده سلاح ذو حدين، ان الحكم ده اتعين قبل كده والنادي الاهلي قال موقف واضح فيه ورصد التسلسل بتاع تواجده وتعيينه، كمان كان حتى ظاهره مباراتين ورا بعض. فنتمنى ان يكون ده درس ان الحكم يظهر بصوره مختلفه. انا مختلف معاك في النقطه دي وما اعتقدش، انا اتمنى ان لعيبه الاهلي تكون عندها الحرص، واتمنى من الكاف تحديدا في المباريات الحاسمه اللي زي دي يتم تعيين حكام من حكام النخبه وحكام وده الصف. كان مطلب الاهلي قبل كده بالزبط. نطلع لفاصل ونرجع ونكمل معاكم حلقتنا. ورجعنا لكم مرة تانية، وطبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن فكرة الأخطاء التحكيمية، وطبعا رضوان جيد ومطالبة النادي الأهلي دايما بوجود الفار حتى في دور المجموعات، لأن الحقيقة بقى ركلة الجزاء اللي هي اتحسبت ظلما على عمرو السولية واللي طبعا اعتذر عنها رضوان جيد للاعبين والكابتن سيد عبد الحفيظ
حتى لو كان في بعض التصريحات من قبل الكاف بتقول ان ده ما حصلش، لان طبعا في قرارات ان الحكام ما تتكلمش عن الاخطاء التحكيميه زي دي في الاعلام، ولكن هي واضحه جدا. واعتقد رضوان جيد في وجود الفار ما كانش ابدا هيصر على احتسابها ركله جزاء، لان ما فيش فيها اي ركله جزاء. لكن حاجه زي دي وداخلين على حكم بوندو اللي له يعني سلبيات معانا ومواقف سلبيه معانا، فده طبعا خلانا نقلب في كل الاخطاء التحكيميه اللي حصلت لنا في افريقيا، وتحديدا من بدايه بقى فكره ان خلاص الناس بدات تحط توثق الاحداث على اليوتيوب. وطبعا كان اول مباراه فيها ظلم تحكيمي، وكان فيها حكم ثبت بعد ذلك في 2004 ان هو حكم مرتشي وتم ادانته، كانت مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك اللي حصل فيها كان اصعب مما يتخيله البعض. بالظبط دي كوره طبعا كان المفترض كابتن اسماعيل يوسف في واقعة مع الكابتن رضا عبد العال، بالمناسبه نتمنى كل الشفاء للكابتن رضا عبد العال عامل عمليه قلب مفتوح. ودي طبعا كره ايمانويل كان لازم ياخد فيها طرد، بس اداله فيها انذار فقط لا غير. والاهم بقى انا مش انت كايمانويل ضربت ياسر ريان، هطرد لك محمد يوسف، وده اللي حصل في المباراه. فطبعا طرد لاعب اثر على المباراه، ودي طبعا كره التحام قوي جدا. ايمانويل كان تقريبا بيلعب بمنتهى القوه، ودي تم اصابه الكابتن احمد شوبير فيها، واثرت كمان على تعامله مع كره الهدف. ده طبعا كابتن اسماعيل يوسف بيضرب عادي بالرجل في البطن، مفيش ادنى مشكله. مفيش ادنى مشكله. انت طبعا كان في شويه المباراه دي كانت بعد انتقال كابتن رضا عبد العال من نادي الزمالك لنادي الاهلي، فكابتن اسماعيل يوسف كان دايما بياخد حق رضا عبد العال بالضرب، وبيترس متابيلا كان بيتغاضى عن كل ده. فدي كانت من بدايه الاخطاء التحكيميه الفادحه اللي كان فيها حكم ثبت بعد ذلك ان هو حكم مرتشي. واحنا لما بنقول حكم مرتشي بنقول حكم مرتشي بقانون او بمعاقبه صدرت في حق الحكم، مش بنقولها بالهوى. دي ادانه حقيقيه يا احمد، وطبعا كلنا شفنا لقطات من اغرب اللقطات اللي انا شفتها في اي مباراه بين الاهلي والزمالك، واضحه وغير مفهومه. لا انت كده ده في لقطه هتشوفها اغرب بكتير من دي. بالظبط معاك، ولكن بفتكر كابتن محمد يوسف وهو بيحكي عن الواقعه كان بيتكلم عن اصرار الحكم وان هي المبيته لطرده، فعشان كده نتمنى ان شاء الله ما يكونش في الشكل ده في مباراه فيتا كلوب. ولكن كمان عندنا مجموعه من الاخطاء التحكيميه اللي حصلت مع الاهلي، نقدر نشوف الفيديو. هذا هو، بارك الله فيك. هذا الهدف نيونغ انت بنانا في موقع تسلل واضح ورجع من تسلل وسجل الهدف. كابتن طارق نفس رايك؟ هدف صحيح. اعتقد هناك كان مسك والحكم اقر في ذلك، لكن انا اعتقد بان المخالفه حصلت داخل منطقه الجزاء. خليل الشمام يمسك بذراع جده، نلحظ قدم اليسرى لجده كانت على الخط، وبالتالي الجزء المتبقي من الجسم كان داخل منطقه الجزاء، وانا اعتقد كان يمكن ان يعطي ركله جزاء. يمكن لما حصلت اللقطه بتاعه رضوان جيد ناس كتير اتكلمت في فكره ان ده استثناء، وان النادي الاهلي دايما يعني بيكون التحكيم بيقف في صفه ونادرا ما يظلم تحكيميا. حبينا بس نؤكد ان لا، مش ده كمان الوقت اللي يتقال فيه كده، لان ده قد يكون تبرير لاخطاء اخرى. بص يا فارس، هو انا الحقيقه يعني في بعض الاعلام المنافس كان دايما بيتحدث عن فكره الظلم التحكيمي وبيقدر يروج ليها بشكل كبير جدا، وانا من وجهه نظري ان اي نادي معرض ان هو يتظلم تحكيميا ومعرض ان هو يستفاد من اخطاء التحكيم، لان في النهايه الحكم بشر قبل الفار او حتى بعد الفار، لان في اخطاء تحكيميه الفار ما بيقدرش او ملوش الحق ان هو يتدخل لاعاده قرار الحكم في المباراه. لكن الاعلام المنافس دايما بيصدر فكره الظلم التحكيمي، فبيبدا دايما يتاخد يا فارس عن النادي الاهلي ان هو بيتم مجاملات تحكيميا. فمن هنا جاء العرض ده، النادي الاهلي اللي بيتظلم تحكيميا او بيتعرض لظلم تحكيمي او اخطاء تحكيميه بتبعده عن بطولات واعضاء محلي، كذلك على المستوى الافريقي النادي الاهلي امام النجم، امام فريق الوداد المغربي. اولا النجم، خلينا النجم نبدا من 2007، وطبعا ركله الجزاء الشهيره لكابتن محمد ابو تريكه وركلتي الجزاء وكمان ركله شديد قناوي، ده طبعا كان في 2007. لقطه بركات كانت في مباراه الذهاب بالظبط، مش ما اعتقدش هي معانا مش معانا، لكن بنفكر الناس بيها طبعا. لا ده مش كده وبس، ده كمان حرمنا من فكره بركات، ودي طبعا يا فارس طبعا 2007. نهائي الوداد والحكم اللي انا بحبه صح مين طب. الحكم اللي انا بحبه ده انت حبيبي تسمي وتسمي. وهنيجي بقى ل 2010، ايه درامو. وعلى فكره المضحك ان بعد كده انت بتدلعه ليه؟
انضم. انا عشان كده بقول لك، لان تحول الاعلام المنافس لاستخدام اللعبه دي يستشهد بها للظلم التحكيمي اللي بيحصل ومجامله الترجي بالظبط. فواقعه غريبه، وان كان وقتها كان بيتقال كلام غير ده خالص. ولقطه الوداد الشهيره في 2011، يعني احنا بنتكلم في تاثير اللقطه دي يا احمد في دور المجموعات. ما ده اللي انا بقوله يا فارس، ان الناس بتظن ان انت عشان بتظلم في دور المجموعات خصوصا موضوع الفار دلوقتي. لا ده دي خرجتنا، لان احنا خرجنا بالمواجهات المباشره. ده سبب ادعى دلوقتي الفار. انت لو بتتكلم ان اللي عايز يعمل حاجه تحكيميا هيعملها في دور المجموعات بالظبط، لان بعد كده الوضع هيبقى صعب. في 2016 الوداد يا احمد برضو ده هدف بين طبعا ربنا يشفيه يا رب مؤمن زكريا، كان احمد حجازي لعب الكره ومؤمن زكريا كملها، والحقيقه لا احمد حجازي ولا مؤمن زكريا كان مصاب. وفي 2009 امام كانو بيلرز النادي الاهلي خرج من دور ال 16 بتعادل ايجابي 2-2، وتوجه للكونفدراليه بسبب كره زي دي. اعتقد يعني مش محتاجه اي حد يعمل خطوط، الكره واضحه جدا ان هي تسلل. غير طبعا دور المجموعات 2018 فارس، هدف لمروان محسن كان الكابتن طارق دياب اعترف بيه ان هو هدف صحيح. دي كانت الاخطاء التحكيميه فارس الافريقيه، لكن احنا عندنا حاجه مهمه جدا حابين نوثق للناس. لو كان موجود فار، لو كان موجود فار في مباريات اهلي وزمالك، كان ممكن ايه اللي يحصل؟ كان ممكن ايه اللي يحصل؟ وجماهير او اعلام نادي الزمالك كان دايما بيتحدث عن فكرة ان مفيش ظلم تحكيمي بيقع على النادي الاهلي في مباريات الزمالك، لكن الحقيقة النادي الاهلي ما كانش بيقف عند الاخطاء التحكيمية دي، وجماهير النادي الاهلي ما كانتش بتقف عند الاخطاء التحكيمية دي ولا بتوثقها. فنشوف خطأ تحكيمي منهم وتقرير مع الكابتن عمرو انور. عرضية يعدي 60 يعدي انا مصفر الحكم. كان مباراة الأهلي والزمالك دي حاجة يعني حاجة مهمة جدا، سواء جماهيرية أو للعيبة أو للأجهزة الفنية. والتاريخ في الآخر مش هيذكر غير الأهداف اللي هي في المباراة المهمة أو المباراة الكبيرة. فمن هنا بتيجي أهمية إحراز أهداف في المباراة دي. فدايما هتلاقي في أهداف كتير لعيبة بتجيبها محدش هيحس بيها ولا بقيمتها زي ما هيكون جون في مباراة القمة. حتى لو جون مش مباراة مكسب، ولا انت مثلا كسبت بيه بطولة ولا اي حاجة، لا الجون بتاع الاهلي والزمالك حاجة مختلفة جدا. ده على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الاعلامي كمان. الجون ده تقريبا كان سنة 89، يعني احنا لحد يومنا هذا انا مش عارف الجون ده اتلغى ليه يعني. ويمكن اللي خلى الامور تعدي بسهوله وببساطه ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز بالمباراه بالهدف بتاع الكابتن علاء ميهوب، وقدرنا ان احنا نحرز بطوله الدوري. فما كانش فيه تركيز على الغاء الهدف. انما انا يعني انا طبعا بالنسبه اولا انا كنت لسه صغير، انا كنت لسه تقريبا عندي 19 سنه او 20 سنه. فكون ان انا اجيب جون في مباراه مهمه بالاهميه دي بالشكل ده، يعني انا برضو شايف ان ده جون من اجمل الاهداف اللي انا احرزتها. حتى يعني جون فيه مهاره وفيه تفكير وفيه مراوغه وفيه هدوء جدا. يعني انت لو الناس لما تشوف الجون هتلاقي المرور في جزء بسيط جدا من جوه الستة ياردة، وان انت تستحوذ على الكوره وتخش بيها الجون تقريبا. فكان بالنسبه لي كان هتبقى حاجه مهمه جدا. ما بقول الحمد لله. لو كان حصل حاجه غير كده يعني، بس الناس لازم تفهم حاجه، عشان الناس عماله تعلق على 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 اهداف الغيه الثاني في مباراه القمه. انا عايز اقول ان احنا المباراه دي كانت صعبه جدا، والجون ده والهدف ده لو كان اتحسب كان حقيقه المباراه. يعني احنا فضلنا نلعب للدقيقه 90 بالوقت الضايع، والمباراه رايحه جايه ما بيننا وما بين نادي الزمالك. انما الهدف ده لو كان احتسب كانت النتيجه هتبقى 2-0. اعتقد المباراه كانت هتنتهي مبكرا. انما ده الجون ده لما اتلغى ادى دافع لنادي الزمالك وادى حافز لنادي الزمالك وخلاه متواجد في المباراه لاخر دقيقه. ويمكن انا هنا يعني لازم اشيد بالكابتن ثابت البطل الله يرحمه. انا يعني من اهم اسباب الفوز بعد ربنا كان الكابتن ثابت. يعني انا فاكر كويس الكابتن ثابت البطل تقريبا الشوط الثاني عمل مباراه غير طبيعيه، وبعد المباراه دي انضم لمنتخب مصر وراح كاس العالم. ف
فالفكره فكره ان ما حدش حس بالهدف او ما كانش فيه اهتمام بالغاء الهدف للمباراه انتهت لصالح النادي الاهلي وقدرنا ان احنا نحرز ده. انما انا يعني انا لحد دلوقتي مستغرب، لحد دلوقتي انا مش يعني انا مش فاهم ايه القرار. يعني حتى الحكم لما لغى الجون ما حدش يعني ما تقلناش معلومه، هل هي اوفسايد، هل هي كره طلعت اوت، هل هي، انا مش عارف يعني، انا لحد دلوقتي مش عارف الجون ده اتلغى ليه. بس بنقول الحمد لله، كان دوري صعب جدا وكانت بطوله صعبه جدا، كنت اتمنى طبعا الهدف ده يحتسب وان انا اكون يعني ليا بصمه او ليا مساهمه في ان احنا يعني نحسب بطوله الدوري. بس هو في الاخر المهم ان احنا فزنا بالدوري الحمد لله. عرضيه تعدي صديق يعدي عرض امام صفر وصفر الحكم. بعض بيقف عند أخطاء الكابتن حسن شحاتة وهدف كابتن حسن شحاتة الملغي، وبنوضح لهم أن الأمور دي بتتم. أنا عايز حد يطلع يقول الهدف ده اتلغى على أي أساس غير أنه هدف جميل من الكابتن عمرو أنور، وفي التمرينات كانت المباريات 2-1-1-0، ما كانش فيه 6-1 غير في الألفية اللي هي الجديدة، فبالتالي دي أخطاء تحكيمية. أعتقد لو كان موجود فار يا فارس كان اعتقد حسن. لو حد دخل بالكوره كده الجون وهو بيتمشى لازم يلغي الهدف. انت بتهزر. يعني كابتن عمرو حطه وخلاص يا كابتن عمرو، ده صمم يدخل بالكوره الجون، ده لازم يتلغى بصراحه. يعني هدف. وعلى فكره هيجي حد يقول لك اصل الاهداف اللي احنا اتلغت لينا مؤثره، احنا ردينا قبل كده، تقدر تشوف الحلقه في الارشيف واحنا بنوضح كويس جدا ان الهدف ده ما غيرش مسار دوري. اذا انت بتتكلم عن هدف في مباراه قمه زي ما وضح كابتن عمرو انور، ان في النهايه انت سجلت هدف، ايه مبرر الغائه؟ وفي النهايه فارس ده خطا تحكيمي صعب، خطأ تحكيمي فادح، اتلغى بقى ما اتلغاش في مباراة قمة. وعندنا إن شاء الله هتبقى في فقرات جاية إن شاء الله في لو كان موجود فار كان إيه اللي ممكن يحصل. طبعا بخصوص مباراة بكرة عندنا طبعا تصريحات، ودي حذرنا قبل كده ويمكن عملنا قبل كده حلقة فارس، وأشهدنا بالكابتن علي أبو جريشة وأشهدنا بالكابتن سيد بازوكا، وقلنا يا جماعة إن العلاقات الجماهيرية بين الأندية الجماهيرية المفروض تكون في إطار منافسة في كرة القدم، وإن النادي الأهلي ملوش أي دخل بأي شيء يخص نقل مباراة من ملعب لملعب، بل إن إحنا أثبتنا إن النادي الأهلي هو المتضرر من لعب مباراته مع الإسماعيلي المباراتين في أرض محايدة. لكن يا فارس البعض مصر ان هو يدخل قضيه ملعب اسماعيليه في الموضوع بشكل، ويدخل النادي الاهلي ويزج باسمه بشكل غير طبيعي. دي قصتنا على فكره، احنا حريصين كل الحرص اولا على النادي الاسماعيلي، ثانيا على فكره ان الاجواء الجيده اللي حاصله تفضل موجوده وتفضل العلاقه دي مستمره ونبني عليها. ولكن من حرصنا ده بنتكلم في الفيديو ده، لان في بعض العبارات في الفيديو تحتاج ان احنا نقف عندها ونوجه رساله بكل هدوء وبكل روح رياضية قبل المباراة، إن ناخد بالنا من كواليس الكلام لأنه هو ممكن اللي يرجعنا لنقطة الصفر. نطلع ونشوف أستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي قال إيه عن مكان وملعب مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي بكرة. نروح ونشوف. طالما انك مش تلعب في الاسماعيليه فمش فارق تلعب في استاد اسكندريه او بلعب. يعني تفرق ان اتحاد الكره ادالك مكان وادالك ملعب وانت بدات تعمل اجراءاتك الاداريه واجراءات كل حاجه واجراءات فنيه كمان، وفي الاخر خالص بيجي بيغير المكان ليه؟ الاول يعني عايز اسال سؤال، لو الامن اللي رافض والامن قال انها تتلعب في برج العرب على دماغنا مش هنقول ربع كلمه، طب ليه اتحاد الكره قال لنا استاد اسكندريه وانت بتبعت لنا موافقه من غير ما تجيب موافقات امنيه؟ يعني انت بتبعت لنا مكان الملعب من غير ما تجيب الموافقات الامنيه، طب لو انت جبت الموافقات الامنيه يبقى ليه تغير المكان؟ يعني بص في الاخر هنلعب المباراه مفيش ادنى مشكله، ولكن ده بيخلينا يعني نقول يا جماعه ان الاوان ننهي موضوع ان الاهلي ما يجيش الاسماعيليه. احنا دلوقتي العلاقات مع النادي الاهلي علاقات رائعه. يكفي ان في حجز الفندق النادي الاهلي لما قالوا له ده الاسماعيلي حاجز قال ايه المشكله، احنا انديه مصريه واحنا اشقاء ومفيش ادنى مشكله. فالروح الجميله دي احنا مش عايزين نفقدها، ومش وانا بتكلم دلوقتي مش بعترض او النادي بيعترض على اي حاجه، احنا مع النادي الاهلي اتمنى مع العلاقات الجميله الرائعه ان تطلع مبادره من النادي الاهلي يقول انه ما عندوش مانع يلعب في الاسماعيليه وفي اي وقت، ويا سيدي
الموسم ده خلاص يعني انا بقول الاتحاد الكره انت حددت ملعب اسكندريه نلعب في اسكندريه في الاستاد. الاهلي بقى يختار الماتش بتاعه اللي جاي في الملعب اللي هو عايزه في اسكندريه في اي مكان، ده حقه زي ما هو ده حقنا. لكن في الاخر خالص بقول وليه نعمل ده وده، ما الاهلي يشرف في الاسماعيليه واحنا نروح نلعبه في ملعبه. المشكله هي كلام رقيق جدا، ظاهره الرحمه ولكن باطنه العذاب. ليه؟ لان اولا انا بس عايز اخد اللي بيتفرجوا علينا لحته مختلفه شويه. الفيديو ده فين يا اسامه؟ في قناه الزمالك. في قناه الزمالك. يعني يا جماعه من الكياسه والفطنه ان احنا لما بنتكلم في شيء فيه حساسيه شويه وما بين ناديين جماهيريين زي الاهلي والاسماعيلي، مش من المنطقي اطلاقا ان اشوف النقاش ده دائر على قناه نادي منافس طرف ثالث في الدوري. مستحيل تشوف المشهد ده. واستاذ علاء وحيد طلع وضح وجهه نظره في كذا مكان امبارح، وعلى فكره كابتن عبد الواحد السيد اتكلم باحترام وسال اسئله منطقيه وكل ده، ولكن انا لازم ابقى حذر وانا طالع بتكلم في ازمه زي دي في قناه نادي منافس ثالث في الدوري. النقطه بقى الاهم اللي لازم نقف عندها، لان هي تبان شيك وتبان جميله بس هي ما ينفعش تعدي، فكره ان النادي الاهلي يبادر ويطلع بيان ان هو ما عندوش مشكله يلعب في الاسماعيليه. ده اسقاط ضمني معناه ان النادي الاهلي عنده القدره او التحكم في ان هو يقول المباراه تتلعب فين، وده مغلوط تماما. النادي الاهلي مش من حقه يصادر على امن الاسماعيليه ويتكلم في ظروف تخص المباراه تتلعب فين. النادي الاهلي اولى لو هيتكلم يقول انا عايز الاسماعيلي يجي يلعب في القاهره. النادي الاهلي لو هيطلع بيان مش هيقول انا عنديش مشكله العب في الاسماعيليه اطلاق، ده شيء يخص الامن بتاع الاسماعيليه، انما هيتكلم فيما يخصه ويقول انا عايز النادي الاسماعيلي يجي يلعب في القاهره. ليه الاهلي ما عملش كده؟ لانه مؤمن باختصاص كل واحد وان الامن هو ادرى بظروف المباريات. لما جينا لعبنا البنك الاهلي في استاد الماكس خلاص النادي البنك الاهلي قدر ياخد الموافقه بتاعه اللعب في استاد الماكس. كابتن سيد عبد الحفيظ الرجل المسؤول طلع وصرح قال انا ما عنديش مشكله طالما النادي جاب موافقته الامنيه. اذا هنا اي منطق للكلام ان يجي نادي الاهلي يقول او يبادر بانه ما عندوش مشكله في الاسماعيليه؟ والمصري والاسماعيلي يا جماعه بيلعبوا في برج العرب وهما الاثنين من القناه، وده شيء غير منطقي. بخصوص نقل المباراه، حتى فارس اللي بيقول انا خلاص استمت نفسي على ان العب في اسكندريه، النادي الاهلي قبل كده لف بالباص من على الدائري وهو رايح يلعب في غزل المحله، قال لك المباراه في برج العرب، فالنادي الاهلي التزم تماما وراح لعب المباراه. ويعني اتكلمنا مره واثنين وثلاثه واربعه في وعدم وجود جماهير، والله ما بتفرق كتير فكره الملعب اللي بنلعب عليه. وقلنا قبل كده ان كل نادي عنده مباراه هو من حقه يختار الملعب اللي يريحه ويجيب موافقه اتحاد الكره واتحاد الكره او يجيب الموافقات الامنيه، وده اللي اتقال قبل كده كتير من رئيس لجنه المسابقات. وقلنا ان النادي الاهلي سهل جدا زي ما الاسماعيلي بيجي يلعب المقاولين في القاهره يجيب موافقه الامن في القاهره ان النادي الاسماعيلي يلعب في القاهره. اذا المتضرر هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مباراته بتتلعب في ارض محايده. اما لو النادي وهنروح بعيد ليه؟ ما هو مش عايزين نروح لفكره النتائج اللي بيحققها نادي الاسماعيلي في الاسماعيليه. هل النتائج اللي بيحققها نادي الاسماعيلي في الاسماعيليه بيتضح منها ان في دافع قوي لنادي الاسماعيلي، النادي الاهلي يخشى مواجهه الاهلي في الاسماعيليه؟ بالتاكيد لا، واعتقد انتوا ادرى بفكره النتائج والمواجهات، مش نتائج الاهلي والاسماعيلي فقط لا غير، لا حتى لو رجعتوا نتائج الاسماعيلي في الاسماعيليه مع فرق بالتاكيد في منتصف الجدول كانت نتائج اعتقد مش ايجابيه للاسماعيلي. لكن ده الوضع اللي بنتكلم فيه دايما المسؤولين وبننبه على المسؤولين، يا ريت يا جماعه بلاش فكره دايما نلقي الشماعه على النادي الاهلي. قبل كده حدث كتير جدا وما صدقنا خلصنا من الواقعه دي، ان النادي الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من اللاعبين، النادي الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من لاعبيه، بطولات الاهلي بلاعبي الاسماعيلي. وشفنا في الفتره الاخيره النادي الاهلي فاتح ايديه بشكل كبير جدا لنادي الاسماعيلي، لو حب اي لاعب في فتره انتقالات يناير كان يقدر ياخده باعتراف ناس مسؤوله في النادي الاسماعيلي على راسهم الكابتن علاء بوجريشه والكابتن سيد بازوكا. بالامس ايضا طلع لما اتسال كابتن محمد حمص هو احد رموز نادي الاسماعيلي نفس السؤال، هل النادي الاهلي بيفرغ الاسماعيلي من لاعبيه؟ كان ده رد، نشوف الفيديو. الاهلي فرغ الاسماعيلي من نجومه، وانت احد الجيل اللي مشي من لاعبيه كتير من الاسماعيلي للاهلي، شفتها ازاي المقوله دي؟ هل مقتنع بيها؟ لا انا مش مقتنع بيها، يعني انا مقتنع ان انت لعيب في نادي الاسماعيلي وماضي عقد في نادي الاسماعيلي،
انت كاداره تقدر تتحكم في اللاعب يعني تشوف ايه اللي يعني اللي يفيد النادي وتعمله يعني مش لازم رغبه اللاعب او لا انا ايه اللي يفيد النادي واعمله طالما انا لعيب متعاقد معايا يقضي فتره التعاقد بتاعته وخلاص ده احنا في احتراف يعني تمام مش مضطر تبيع يعني مش مضطر ابيع يعني لازم اوجد بدائل زي ما قلت لحضرتك اهتم انا بقطاع الناشئين مهم جدا يعني بيعجبني جدا صوت العقل لما يكون رمز من رموز نادي الاسماعيلي ومش قلقان من غضب جماهيري لما يطلع يقول حاجه زي دي فطبعا كل التحيه لمحمد حمص وطبعا سبقه قبل كده الكابتن محمد صبحي حارس مرمى النادي الاسماعيلي وقال نفس الكلام قال يا جماعه الموضوع ما تلقيش بيه على النادي الاهلي النادي الاهلي وفي عصر الاحتراف انت من حقك كاداره نادي ان انت توفر البديل واعتقد ده بيحصل في كل الانديه واعتقد يا فارس عشان ما تطلعش فكره الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيلي ليه نفضل نردد فيها سنين وسنين احنا بالفعل بنتمنى ان الامور او النادي الاسماعيلي يكون قادر على الحصول على المرافقات الامنيه ومفيش مشكله في عدم وجود جماهير ان انت تلعب في اي مكان وحتى لو في جماهير حتى في جماهير فزنا بسداسيتين في الاسماعيليه 6-0 و6-0 وبرضه بقول ان دايما السؤال بيطرح هو السؤال العكسي ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه لا انا سؤالي الدائم ليه الاسماعيلي ما بيجيش القاهره بس القصه ببساطه اما فكره انتقالات اللاعبين زي ما وضحنا ما فيش لاعب النادي الاهلي ضمه من الاسماعيلي ما كانش بتفاوضه انديه سواء خارج مصر او النادي المنافس في مصر فاذا عدم انتقال اللاعب ده للاهلي ما كانش معناه ان هو هينتقل او هيفضل في الاسماعيلي بالعكس كان هيروح انديه اخرى شفنا في الفتره الاخيره لما الاهلي ما ضمش اللاعبين من الاسماعيلي برضه راحوا انديه اخرى حبينا نقف قبل مباراه الاسماعيلي عند النقاط دي ونتمنى بكره زي ما أسامة قال يكون ده تمهيد لمباراة فيتا عشان بإذن الله نحقق النتيجة المرجوة بكرة مقدمة لصعود يليق بالنادي الأهلي واستفاقة تليق بالنادي الأهلي نشوفكم الأسبوع القادم وبإذن الله يكون النادي الأهلي قطع شوط مهم في دور المجموعات للتأهل نشوفكم على خير في الحلقة الجاية.